السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بنين. إن شاء الله اليوم بنشرح درس 2.4 The Exponential and Natural Logarithm Functions. هذا الدرس فيه 6 أفكار، كل فكرة بشرح الـ Example، بعدين بشرح الـ Practice Problem. تمام؟ بشرح بعض الأفكار. أول شيء أفكار أساسية معانا طول الدرس، بعدين ببدأ بشرح الأفكار. أول شيء عندنا شيء اسمه y يساوي 2.718 إلى آخره. هذه القيمة هي قيمة ثابتة بالرياضيات، واللوغاريتم حقها هو ln. طبعاً ln يسمى بالnatural logarithm. تمام؟ وش يعني هذا الكلام؟ e هي قيمة ثابتة بالرياضيات، عرفنا هذا الشيء. اللوغاريتم للe هو ln، يعني اللوغاريتم للأساس E هو نفسه ln. اللوغاريتم للأساس E أو للبيس E هو نفسه ln أو natural logarithm. هذا تمام، فهمنا هذه النقطة. النقطة الثانية عندنا ln E يساوي 1. دائما نتخلص من ال E بالln، ودائما نتخلص من ln بال E. تمام، وش يعني هذا الكلام؟ بشرحه بالتفصيل هنا. مثلا عندنا قلنا ان ال ln e يساوي 1. كيف يساوي 1؟ خلنا نكتب تفسير ال ln. ال ln قلنا هي اللوغاريتم للبيس e، نزل ال e هنا. احنا دائما متعودين في الدروس السابقه باللوغاريتمات انه اذا كان اللوغاريتم الاساس e، لوغاريتم إي للأساس إي، الإي تروح مع الإي وتصير 1. فهذا التفسير لهذه العبارة، إن ln يساوي 1. دائما نتخلص من الإي بالln، ودائما نتخلص من الln بالإي. هذه الخاصية بنستخدمها كثير في هذا الدرس، فلازم تكون مفهومة. تمام؟ الفكرة الأولى من الدرس سهلة جدا. Complete the following table of the function values of 3x and 3 سالب x and sketch their graphs. تمام؟ أعطانا هذا الجدول، يبغانا نعوض، نعوض بx 3 أس سالب 3 ونحط قيمة هنا، 3 أس سالب 2 نحط هذه القيمة هنا، بعدين نعوض بالأس إذا كانت x سالبة. فتصير 3 أس سالب 3 تصير 3 أس سالب أس 3 تعطينا 9. تمام؟ قصدي تعطينا 27. تمام؟ هذا هو باختصار ان احنا نعوض في الجدول، وبعد ما نعوض في الجدول يبغانا نرسم الدالة 3x والدالة 3 أس سالب x. تمام؟ طبعا هنا لازم اشرح ان الرسمه ل y تساوي 3 أس إكس y تساوي 3 أس سالب إكس. الرسمه لما يكون الاس موجب تكون بهذا الشكل، والرسمه لما تكون الاس سالب او لما يكون الاس سالب تكون بهذا الشكل. واضحه هذه increasing، هذه decreasing. تمام؟ هذه لما يكون الأس سالب، وهذه لما يكون الإكس موجب. لازم ننتبه لشكل الرسمات. الآن نبدأ بالتعويض. 3 أس سالب 3 يعطينا 0.04. طبعا الآن بعوض في كل الجدول اختصارا للوقت. عوضت بالجدول، عوضت بقيم x في 3 أس سالب أس إكس و3 أس سالب إكس. تمام؟ الآن بما أن صارت عندنا القيم، نقدر نرسم الدالة y تساوي 3 أس سالب إكس، والدالة y تساوي 3 أس سالب إكس. الآن نبدأ بالرسم.
الآن جهزت الرسمتين، الرسمة لي الدالة واي، الدالة الأسية واي تساوي 3 أس إكس، والدالة الأسية واي تساوي 3 أس سالب إكس. الآن نبدأ تعويض النقاط. سالب 3 و0.04 تكون هنا تقريبا قريبا من الصفر. سالب 2 0.11 تكون فوقها بشوي. سالب 1 0.33 تكون هنا. 0 و1 تكون هنا فوقهم شوي. 1 و3 هنا. 2 و9 هنا. 3 و27 هنا. ونبدأ بتوصيل النقاط، وهذه بتكون هي الدالة y تساوي 3 أس إكس، زي ما احنا شايفين انها increasing لان الأس موجب. الآن نبدأ بالتعويض في 3 أس سالب إكس. النقاط سالب 3 و27، سالب 2 و9، سالب 1 و3، 0 و1، 1 و0.33، 2 و0.11، 3 و0.04. هذه بتكون النقاط تقريبا. الآن نبدأ بالتوصيل. هذا بيكون شكل الرسمة لـ y تساوي 3 أس سالب إكس تقريبا. فهذا هو باختصار ملخص الفكرة الأولى، مجرد تعويض، وبعدين نبدأ برسم النقاط وتوصيلها في الرسم البياني. الفكرة الثانية من الدرس صفحة 174، evaluate the expression. يبغانا نطلع قيم هذه العبارة لما تكون m تساوي 1، m تساوي 10، m تساوي 100، m تساوي 1000. بعدين يبغانا نكتب comment للشيء اللي توصلنا له من التعويض بقيم m. تمام، نبدأ أول شيء 1 زائد 1، هنا نعوض ب m بواحد. الآن 1 زائد 1 نعوض بعشرة مكان الام، وهنا عندنا 1 زائد 1، هنا يبغانا نعوض بقيمة 100 مكان الام، وهنا 1 زائد 1 يبغانا نعوض بالألف. الآن عوضنا ب1 و10 و100 و1000 مكان الام. نطلع قيمهم بالآلة الحاسبة، نطلع قيم كل عبارة بالآلة الحاسبة. عوضت هذه القيم وطلعت لي بهذا الشكل. الآن سوينا المطلوب الأول. المطلوب الثاني يبغانا نكتب كومنت عن وش اللي لاحظناه، أو وش صار في هذه القيم اللي طلعناها، وش الشيء اللي قاعدين نلاحظه. اللي قاعدين نلاحظه ان الاثنين قاعدة تزيد، قيمة الاثنين قاعدة تزيد كل ما زدنا قيمة ام. قيمة قيمة الاثنين قاعدة تزيد هنا. تمام، كل ما زدنا الام القيم قاعدة تزيد، كل ما زدنا الام القيم قاعدة تزيد. لكن هنا لاحظنا اخر ثنتين ان المعدل للتزايد قاعد يتباطأ. شوفوا هنا من 2 إلى 2.5، بعدين صار هنا من 2 إلى 2.5 قاعد يزيد بسرعة، بعدين من 2.5 إلى 2.7 قل معدل الزيادة، بعدين من 2.7 إلى 2.716 بدأ يقل معدل الزيادة، يعني بدأ يتباطأ الزيادة، يعني قاعد الأرقام قاعدة تزيد بس بتباطؤ، مو نفس هنا على طول قفزة، لا صرنا نزيد بس بتباطؤ. فالشيء اللي يبغانا نلاحظه في فكرة 2 ان هذه القيم قاعدة تحاول، يعني الارقام قاعدة تحاول توصل لقيمة ثابتة، في قيمة ثابتة تقترب منها هذه القيم.
وهي قيمة إيه. هذه القيمة اللي قاعد تقترب منها هذه الأرقام كل ما زادت الأم، كل ما زادت الأم القيم قاعدة تقترب لي إيه. 2.718، شوفوا هنا بدينا نقرب 2.716. فهذا الهدف من الفكرة الثانية، أنه يبغى يشرح لنا أن كل ما زدنا قيم أم النواتج قاعدة تزيد 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 لين ما تقترب لي القيمة الثابتة E. تمام. الآن تابع للفكرة الثانية. Use the power key X plus Y on your calculator to evaluate. هنا يقول لك استخدم الآلة الحاسبة عشان تطلع قيمة X plus Y، يعني قصدنا نستخدمه الآلة الحاسبة عشان نطلع الأسس، كلنا نعرف نطلع الأسس من الآلة الحاسبة. المهم ما علينا، نستخدم الآلة الحاسبة عشان نوجد هذه القيم. هنا عندنا 1+1 لما تكون الأم 10,000، هنا 1+1 لما تكون الأم 100,000، هنا 1+1 لما تكون الأم 1,000,000. الآن نطلع هذه القيم بالآلة الحاسبة، هنا بيطلع لنا 2.718145 إلى آخره، هنا بيطلع 2.718268 إلى آخره، هنا بيطلع لنا 2.718280 إلى آخره. طبعا نفس الشيء، هذه القيم كلها تحاول تقترب لي الإي، كلها تحاول تقترب لي الإي. كل ما زادت قيم إم النواتج تقترب لي إي. هنا طبعا في بي يكتب use your calculator to evaluate E أس 1 and compare it with your answer to part A، إنه يبغانا نقارن هذه الأجوبة، هذه الأجوبة بE ونشوف نقارن بينهم ونشوف وش قاعد يصير. اللي قاعد يصير إنه كل ما زادت قيم إم، كل ما زادت قيم إم النواتج تقترب لي القيمة إي اللي هي هذه القيمة الثابتة اللي قلت لكم عنها في بداية الدرس. هذا باختصار الفكرة الثانية. ما أعتقد أنها جدا مهمة أو بيجي عليها كثير أسئلة، لكن لازم تكونوا فاهمينها، إن كل ما زادت قيم النواتج تقترب لي إيه. هذا الهدف كل من الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة من الدرس، نقرأ السؤال. The percentage Y of households possessing refrigerators 10 years after they have been introduced in a developed country is modeled by. هنا يقول ان عندنا هذه المعادلة تمثل نسبة شراء الثلاجات بعد تي من السنوات في بلد نامي. تمام، وهذه المعادلة عندنا. اول سؤال، find the percentage of households that have refrigerators عندنا at their lunch after 1 year, after 10 years, after 20 years. هنا at their lunch يعني في وقت الإطلاق، وقت الإطلاق يعني تي تساوي صفر، ما في سنوات مرت، يعني السنوات تساوي صفر، توهم بدأوا بإطلاق الثلاجات أو تصديرها لهذه الدول. بي after 1 year تي تساوي 1، after 10 years t تساوي 10، after 20 years t تساوي 20. تمام، فهذه قيم t. find the percentage يعني find y، ال percentage هي y في هذه المعادلة. فنبدأ نعوض مكان t بهذه القيم عشان نطلع y.
فنبدأ بالتعويض. هي A نكتب y تساوي 100 ناقص 95 e والسالب 0.5 صفر. بالآلة الحاسبة نحط هذه القيم بيطلع لنا 5. طبعا نكتب 5% لأن احنا نطلع قيمة y، y هي نسبة. تمام، فقرة B y تساوي 100 ناقص 95 e والسالب 0.15 1. بالآلة الحاسبة تعطينا 18%. C y تساوي 100 ناقص 95 e والسالب 0.15 ضرب 10 تعطينا بالآلة الحاسبة 79%. فقرة D y تساوي 100 ناقص 95 e والسالب 0.15 أس 20 ضرب 20 تعطينا بالآلة الحاسبة 95% تقريبا. تمام، طلعنا هذه القيم، عوضنا بالتي في هذه المعادلة واي عشان نطلع النسب اللي هي واي. هذه النسب وش تمثل؟ أشرح لكم وش تمثل هذه النسب. هذه النسب تمثل امتلاك هذه الأسر للثلاجات على مدار عدة سنوات أو على مدار هذه الأوقات الموجودة عندنا. وقت الإطلاق عندنا الأسر اللي بتمتلك الثلاجات وقت الإطلاق 5%. 5% من الأسر في هذه الدولة النامية وقت الإطلاق بتمتلك ثلاجات. شوفوا هنا وقت الإطلاق يعني الثلاجة لسه توها جت عندهم، منتج جديد، فالناس توها تتعرف على هذا المنتج، فبتبدأ تقبل عليه أو بيبدأ الإقبال على هذا المنتج كل ما زادت السنوات. كل ما زادت السنوات يزيد الإقبال على هذا المنتج لحد ما يوصل لنسبة معينة، بتكون هذه النسبة المعينة هي مستوى التشبع اللي هي الساتوريشن ليفل. الساتوريشن ليفل اللي هي مستوى التشبع بيبدا يزيد يزيد يزيد، تزيد النسب. الاسر اللي بتمتلك الثلاجات على مدار هذه السنوات، وقت الاطلاق كان 5% من الاسر امتلكت الثلاجات، بعد سنة 18%، بعد 10 سنوات 79% من الأسر في هذه البلدة صار عندها ثلاجات، بعد 20 سنة بعد ما الكل تعرف على هذا المنتج وصار عليه إقبال، صارت نسبة الأسر اللي تمتلك ثلاجات في هذه الدولة النامية 95%. طبعا بتزيد هذه النسب كل ما زادت التي، كل ما زادت التي تزيد النسب. هذه الفكرة تذكركم أو تذكرنا بالفكرة الثانية، كل شيء طبعا مرتبط ببعض في هذا الدرس. نرجع لفكرتنا، الفكرة الثالثة أن كل ما زادت تي السنوات تزيد نسب امتلاك الأسر لهذه الثلاجات لين ما توصل أو حتى تصل إلى مستوى التشبع اللي هو saturation level. كيف نطلع الساتوريشن ليفل؟ هذا اللي بنعرفه في فقرة B. قصدي سؤال 2، هنا سؤال 2 What is the market saturation level؟ هذا اللي بنعرفه الحين. saturation level اللي هو مستوى التشبع، متى هذه الدولة الأسر اللي فيها بتتشبع من هذا المنتج اللي هي الثلاجات. تمام، باختصار شفتوا هذه القيمة E والسالب 0.15، عوضوا مكان هذه القيمة كلها بصفر. هذه القيمة كلها تساوي صفر، E والسالب 0.15 تساوي صفر. تمام، فنبدأ نعوض فيها بالمعادلة الأصلية هذه عشان نطلع saturation level اللي هي النسبة، وش النسبة اللي بنوصلها وبيكون في تشبع.
واي تساوي 100 ناقص 95. قلنا هذه القيمة كلها عندنا تساوي صفر، تمام؟ الآن واي تساوي 100 ناقص 95 ضرب صفر، 95 ضرب صفر صفر، فبيعطينا واي تساوي 100%. الساتوريشن ليفل عندنا أو مستوى التشبع عندنا هو 100%. لما توصل نسبة الأسر اللي تمتلك ثلاجات 100% يصير في تشبع من هذا المنتج في السوق. هذا جواب سؤال 2، تمام؟ سؤال 3، sketch a graph of y against t and give a calculative description of the growth. Okay. يقول لك يبغى نرسم رسم بياني. الآن نبدأ بالرسم البياني. هذه فقرة 3 أو سؤال 3. هذه y وهنا t. t الآن رسمت هذه الرسمة. الآن بنبدأ بتعويض النقاط. النقاط من وين طلعها؟ طبعاً عندنا t، هذه t في محور الإكسات، واي في محور الوايات. t هنا عوضنا فيها بصفر، صفر وخمسة. هنا هذه صفر، t هذه خمسة. عندنا 1 18 10 79 20 95، فهذه النقاط اللي بنمثلها. صفر وخمسة هنا، 1 18 هنا تقريبا، 10 79 هنا، 20 95 هنا. نبدأ بالتوصيل. ونحط خط متقطع في أو مكان الساتوريشن ليفل اللي هو عندنا 100. شوفوا الرسمة تقترب للساتوريشن ليفل، كل ما زادت قيم T تقترب الرسمة من الساتوريشن ليفل. هذه الملاحظة اللي مفروض نكتبها، ان الاسر احنا نتوقع ان الاسر بتستمر تشتري في هذا المنتج لحد ما نوصل الى الساتوريشن ليفل. فهذا باختصار الفكرة الثالثة من الدرس. تابع الفكرة الثالثة من الدرس. Practice problem. The percentage y of household possessing microwaves ovens 10 years after they have been launched and modeled by y تساوي 55 على 1+800 ضرب e أس سالب 0.3 t. هذه عندنا المعادلة أو الإكسبرشن اللي يمثل امتلاك الأسر إلى المايكروويف على مر السنوات. من شوي في الإكزامبل كان عندنا ثلاجة والحين مايكرويف، فهذه بتكون طبيعة الأسئلة غالبا. عندنا هذه المعادلة. الآن نبدأ بحل سؤال 1. Find the percentage of households that have microwaves. هنا في وقت الإطلاق، وقت إطلاق المنتج اللي هو المايكرويف، يكون T تساوي 0، هنا T تساوي 10، تي تساوي 20، تي تساوي 30. نفس ما تعودنا نبدأ بالتعويض. واي تساوي 55 هنا اي، واي تساوي 55، 1+800 اي سالب 0.3 ضرب 0
بالآلة الحاسبة تطلع لنا القيمة 0.07% تقريبا. ب نفس الشيء واي تساوي 55 على 1+800 في والسالب 0.3 قس 10 بالآلة الحاسبة يعطينا تقريبا 1.35%. سي واي تساوي 55 1+800 في اي قس سالب 0.324 يعطينا بالآلة الحاسبة تقريبا 18.44%. نفقرة دي واي تساوي 55 على 1+800 ضرب اي أس سالب 0.3 ضرب 30 الآلة الحاسبة تقريبا يعطينا 50.06%. الآن طلعنا هذه النسب وهي نسب امتلاك الأسر إلى الميكروويف على مر السنوات. وقت الإطلاق تكون الأسر اللي تنتج الميكروويف 0.07، بعد 10 سنوات 1.35، بعد 20 سنة 18.44، بعد 30 سنة 50.06، إلين ما يوصل إلى نسبة معينة بتكون هي نسبة التشبع للمنتج اللي هو الميكروويف، واللي هي الساتوريشن ليفل. هذا بنحله في سؤال 2. What is the market saturation level؟ هل سؤال 2 هنا قلنا الساتوريشن ليفل كيف نطلعه؟ نخلي E والسالب 0.3 هذه كلها تساوي 0، كذا نطلع الساتوريشن ليفل. تمام، فنبدأ نعوض عشان نطلع الساتوريشن ليفل. Y تساوي هذه المعادلة الأصلية اللي هنا، واي تساوي 55 1+800 ضرب 0، 800 ضرب 0 0، يصير عندنا واي تساوي 55 على 1 اللي هي تساوي 55%. الساتوريشن ليفل هي 55%، يعني نسبة الأسر إذا وصلت نسبة الأسر اللي تمتلك مايكروويف إلى 55% بيكون هناك تشبع للمنتج اللي هو المايكروويف، بيكون السوق متشبع من هذا المنتج اللي هو المايكروويف. الآن نحل سؤال 3 اللي هو الرسمة. نبدأ بالرسم. طبعا نفس ما تعودنا الواي في محور الوايات والتي في محور الإكسات. النقاط نفس ما تعودنا ناخذها من هنا، تي هنا صفر اللي هذه تي صفر، هذه تعتبر الإكسات. عندنا صفر وصفر فاصلة صفر سبعة، عندنا عشرة واحد فاصلة واحد فاصلة 35، عندنا 20 و18.44، عندنا 30 و50.06، عندنا هذه النقاط. نبدأ نعوضها 0.007 تكون تقريبا هنا، يعني مكان لا يذكر، عفوا هنا 10 و1.35 يكون هنا، 20 و18.44 18 هنا، بتكون 30 و50.06 تكون
الآن هنا تقريبا. الآن نبدأ بالتوصيل. فهذه بيكون شكل الرسمة. ما ننسى الخط اللي في الساتوريشن ليفل، هذا هو عند 55 يكون في تشبع. فالرسمة كل ما زادت قيمتي وكل ما زادت السنوات تصل الواي إلى نسبة التشبع أو تقترب منها، اللي هو هذا الخط اللي باللون الأخضر. فمعدل النمو يبدأ بالتناقص، كلما معدل النمو يبدأ بالتناقص كلما وصلنا إلى الساتوريشن ليفل اللي هو 55%. هذا الكومنت اللي يبغانا نكتبه بعد ما نرسم الرسمة. هذه باختصار الفكرة الثالثة، انتهينا منها. الفكرة الرابعة من الدرس سهلة جدا، هي استخدام بعض القواعد للLN. طبعا قواعد الLN هي نفسها اللي هي Natural Logarithm، هي نفسها قواعد اللوغاريتمات اللي أخذناها من قبل. إن لما تكون LN X ضرب Y نفرقهم تصير LN X زائد LN Y، نفس اللوغاريتمات إذا تذكرون. لوغاريتم X Y تصير عندنا لوغاريتم X زائد لوغاريتم Y، صح؟ وهنا نفس الشيء، لما يكون لوغاريتم X قسمة Y يصير عندنا لوغاريتم X ناقص لوغاريتم Y. هنا نفس الشيء، لما يكون عندنا لوغاريتم X ضرب N يعطينا لوغاريتم هنا دقيقة يعطينا ال N تروح قدام فيصير N لوغاريتم X. نفس الشيء، نفس القوانين اللي أخذناها للوغاريتمات تنطبق على الناتشرال لوغاريتم اللي هي ال LN. الضرب نجمع القسمة نطرح، وهنا لما يكون في قوة نقدر نرجعها قدام فتصير MLNX. تمام، هذه القواعد باختصار نبدأ نطبق عليها ونبدأ نبسط هذه العبارات. Use the rules of logarithms to express LNX على Y داخل الجذر in terms of LNX and LNY. تمام، نبدأ بالتبسيط. أول شيء بما أنهم قسمة فنقدر نقلبهم ويصيرون طرح، فبصير عندنا LN X ناقص LN Y. هنا قلنا جذر Y هي نفسها Y أس نص، فبصير عندنا Y أس نص، أو نقدر نحتفظ فيها وتصير عندنا LN X ناقص LN جذر Y. هذا صح وهذا صح، تمام. الآن نبدأ بحل فقرة B. فقرة B عندنا 3 LN B زاد LN Q ناقص 2 LN R as a single logarithm، يعني يبغى هذه العبارة نخليها في LN واحد. فنبدأ LN B نرجع هذه إلى مكانها فتصير أس زائد LN Q ناقص LN R أس 2. رجعنا هذه هنا ورجعنا هذه هنا قدام. الآن نحطهم LN، قلنا اللي قبلها موجب نحطها فوق، واللي قبلها سالب هذه قبلها سالب نحطها تحت. فهذا بيكون باختصار التبسيط لفقرة B. الآن ننتقل للبراكتس بروبلم لنفس الفكرة، فكرة 4 صفحة 178. Use the rules of logarithm to express. تمام، فقرة A عندنا LN
A تربيع B تربيع in terms of LNA and LNB. نفس الشيء نستخدم نفس قوانين اللوغاريتمات، بما أنهم ضرب فنستخدم الجمع LNA أس 2 زائد LNB أس 3. نقدر ننقل هذول قدام، فبصير عندنا 2 LNA زائد 3 LNB. الآن حل فقرة B، نص LN X ناقص 3 LN Y. هنا يبغانا نحطها في single logarithm، يعني يبغانا نحطها في logarithm واحد، فنكتب LN، قلنا ان اللي قبلها موجب تكون فوق واللي قبلها سالب تكون تحت، فبصير عندنا X أس نص، هذه بتروح تصير أسس، هذه الأرقام بتصير أسس، هذه الأرقام بتصير أسس، والواي بتروح تحت تصير أس ثلاثة. فهذا باختصار حطيناها في سنجل لوغاريتم. فهذه باختصار الفكرة الرابعة من الدرس. الفكرة الرابعة من الدرس بس كونوا فاهمين القوانين وطرق الحل، تدربوا عليها أكثر وبتكون سهلة بإذن الله. وصلنا للفكرة الخامسة من الدرس، صفحة 178-179. هذه الفكرة بحل بس الإكزامبل، ما بحل practice problem، لأن الدكتورة في الدرس أو في lectures بس شرحت الإكزامبل، فاللي يبغى يتأكد من فهمه يحل practice problem ويرسل لي الحل، لأني حليت practice problem. تمام، فيلا نبدأ بحل الإكزامبل للفكرة الخامسة. الفكرة الخامسة من الدرس سهلة جدا جدا. نقرأ السؤال. An economy is forecast to grow continuously so that the general the gross national product GNP measured in billion of dollars after 10 years is given by. عندنا هذا الإكسبرشن، يبغانا نطلع التي اللي هو years is after how many years is GNP forecast to be 88 billion. يعني بعد كم سنة الـ GNP بيكون 88 بليون. تمام، فوش بنسوي؟ بنعوض 88 مكان GNP في هذا الإكسبرشن. يلا نبدأ. GNP كنا بنعوض مكانها بـ 88 تساوي 80 إي الصفر فاصل صفر اثنين تي. الآن نقسم على 80. 88 قسمة 80 بالآلة الحاسبة يعطينا 1.1 يساوي E 0.02 T. الآن قلنا كيف نتخلص من الـ E؟ إن إحنا نحط LN في الطرفين، LN 1.1 LN E 0.02 T. الآن LNE صارت تساوي 1 وراحت، فالصفر فاصلة صفر اثنين ينزل تحت، فتصير LN 1.1 تساوي 0.02 T. هذه نزلت تحت لأن إحنا تخلصنا من LNE. تمام، الآن نقسم 0.02 T تساوي LN 1.1 على 0.02 بالآلة الحاسبة. نكتب LN 1.1 على 0.02 بيعطينا T تساوي 4.77 تقريبا years. بعد 4.77 من السنوات بيكون الـ GNP أو متوقع أن يكون الـ GNP يساوي 88 بليون. What does the model predict about the value of GNP in the long run? A graph of GNP plotted. لما نرسم الجراف حق الـ GNP بنلاحظ أنه الـ GNP بيكون يعني لما نرسم رسمة الـ GNP
بس هنا ما برسمها لأنها غير مطلوبة. لكن لما نرسم الموديل أو السكتش أو الجراف للجي أم بي بيكون الجي أم بي يزيد، يعني الجي أم بي بيكون increasing، فبيكون الجي أم بي بيزيد 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 اللي هو الجروس ناشونال برودكت. كل ما زادت السنوات الجي أم بي بيزيد، وهذا اسمه unlimited growth، يعني نمو غير محدود. هذا باختصار جواب السؤال. ما أدري إذا بالاختبار بتطلب إن نكتب what does the model product، إن إحنا نتوقع أو نكتب، لكن الحل موجود في الكتاب. هذا الحل، هذا الكلام كله اللي قلته موجود في الكتاب في الإكزامبل صفحة 178-179، وهذا الحل اللي إحنا مهتمين فيه، إن إحنا نعوض مكان الجي أم بي بثمانية وثمانين مليون عشان نطلع بعد كم سنة متوقع إن نوصل إلى 88 بليون نطلعتي. فهذه باختصار الفكرة الخامسة من الدرس، مجرد تعويض. حتى البراكتس بروبلم نفس الفكرة، حلوا بنفسكم بيكون سهل بإذن الله. وصلنا للفكرة الأخيرة والسادسة من الدرس، the value of GMP يمثل بالرمز جي، مثله في هذا السؤال بالرمز جي، measured in billions of dollars over a period of t years، years نمثلها بالt، was observed to be، عندنا هذا الجدول، هذه عدد السنوات وهذه البلايين في كل سنة. Model the growth of GMP using a formula of the form for okay. هنا المطلوب باختصار يبغانا نطلع قيمة A وقيمة B، ويبغانا نطلع، هذا أول مطلوب. ثاني مطلوب يبغانا نطلع قيمة GNP اللي هي جي في سؤالنا هنا، جي ام بي اللي هي جي لما نعوض بتي تساوي 15 after 15 year، يعني تي تساوي 15، فنعوض بتي تساوي 15 عشان نطلع الجي ام بي. هذا معطى عندنا، معطى اضافي عشان نوجد الجي ام بي. فوش اول خطوة بنسويها في هذا، في هذه الفكرة وفي هذا السؤال؟ هنا مطلوب لنا قيمة A وقيمة B، وأعطانا هذين الشيئين، جدول وهذه الفورمولا. تمام، هذه الفورمولا ما بتفيدنا في إيجاد قيمة A وقيمة B، ما بنستفيد منها شيء. فوش نسوي؟ نبغى نحول هذه الفورمولا إلى لاينر إكويجن. أول حاجة نسويها هذه الخطوة الأولى، لاينر إكويجن. كيف نخلي هذه الفورمولا تصير لاينر إكويجن اللي هي هذه؟ ناخذ ln بالطرفين، الآن باستخدام خصائص اللوغاريتمات هنا عندنا ضرب، صح؟ عندنا ضرب، ف باستخدام الضرب نفرقهم، فبصير جمع ln b زائد ln e cos a t. تمام، فالآن ln والe يروحون مع بعض واحد، فبصير عندي ln g تساوي ln b زائد a t، a t تنزل. فالآن وصلنا لهذه المعادلة، هذه المعادلة لاينر إكويجن، هذه هي اللاينر إكويجن. لاينر إكويجن للتذكير هي y تساوي mx زائد b.
الواي هنا عندنا في هذه المعادلة مقابل الان جي، والام مقابل اي اللي هي الميل، والاكس مقابل تي، والبي هي الان بي. يعني لو رتبنا هذه المعادلة بتطلع لنا الان جي تساوي اي تي زائد الان بي، اللي هي واي تساوي ام اكس زائد بي. تمام. فالآن وصلنا إلى اللاينر إكويجن، سوينا أول خطوة. أول خطوة واضحة، هذه أول خطوة لاينر إكويجن. الآن بما أن صار عندنا اللاينر إكويجن نقدر نطلع قيمة A وقيمة B. السؤال هو كيف نطلع قيمة A وقيمة B؟ الآن قلنا أن هذه لاينر إكويجن صح؟ تذكرون في الدروس السابقة كيف كنا نطلع الام اللي هي الميل والبي اللي هي الواي انترسبت لما ما يكون عندنا معطيات، ما يكون عندنا معطيات غير قيم اكس وواي. كنا نعوض بقيمة اكس وقيمة واي ونطلع الميل او نطلع الواي انترسبت صح. لكن هنا المشكلة ان احنا عندنا مجهولين، مجهول ام مجهول بي اللي هي الاي والال ان بي. هنا عندنا ال ان بي والاي مجهولين، فكيف نطلعهم؟ نبدا نسوي elimination. كيف نسوي elimination؟ ناخذ نقطتين من هذا الجدول، هذه بتكون تي هذه دي، نبدا نعوض ال ان دي. هنا عندنا 12 تساوي A T، التي هنا عندنا 2 زائد L N B. والمعادلة الثانية ناخذ نقطتين غير، فنصير عندنا L N 16 تساوي A 5 زائد L N B. الآن بالإليمينيشن وش نسوي؟ نطرح. الآن فهمتوا وش صار؟ سوينا إليمينيشن، أخذنا هذه المعادلة اللي هي LN G تساوي AT زائد LN B، عوضنا بالT والG من هذا الجدول. لازم نستفيد من هذا الجدول، فاستفدنا منه في هذه النقطة تحديدا. تمام؟ عوضنا، خلنا نقطتين من الجدول طبعا، هذه وهذه عشان نسوي elimination بينهم. الآن نبدأ نحط ln 12 ناقص ln 16 يساوي a2 ناقص a5 يعطينا، أو 2a ناقص 5a يعطينا سالب 3a. وهنا عندنا الان بي ناقص الان بي تروح مع بعض، فسوينا elimination. الان كيف نطلع الاي ونخليها لحالها في طرف؟ نقسم بسالب ثلاثة بسالب ثلاثة، فتصير عندنا الاي تساوي الان 12 ناقص الان 16 على سالب ثلاثة. الآن هذه القيم كلها نقدر نطلعها بالآلة الحاسبة، ln 12 ناقص ln 16 على سالب 3 تعطينا 0.095. هذه قيمة A. تمام. أوجد الآن نوجد قيمة B. بضطر أمسح هذا الشرح عشان أكمل حل، يصير عندي مساحة. الآن نوجد قيمة B، كيف نوجد قيمة B؟ الآن هذه المعادلة اللي عندنا إياها صارت عندنا قيمة A، عندنا قيمة T نقدر نطلعها من الجدول فوق، وln g نقدر نطلعها من الجدول فوق أيضا. ln ناخذ نقطة
12 تساوي الـ A طلعناها 0.095، الـ T 2 زائد الـ N B تمام، فصير عندنا 0. نحل هذه المعادلة، 0.095 ضرب 2 تعطينا 0.19. نطرح 0.19 من الطرفين، يصير عندنا ln b تساوي ln 12 ناقص 0.19. بالآلة الحاسبة نطلع ln 12 ناقص 0.19 تعطينا 2.229 ln b. طبعا ال ln b مو نفسها ال b، لازم نطلع ال b بروحها بدون ال ln. فكيف نطلع ال b بروحها بدون ال ln؟ قلنا كيف نتخلص من ال ln؟ نتخلص بال ln عن طريق ال e، أو تصير e أس ln b تساوي e أس 2.29. بما أن احنا حطينا هنا e وركبنا هذه القيمة صارت فوق في الأس، فلازم نركب هذه القيمة وتصير فوق الأس حق الـ A الـ E تمام. وضحت هذه النقطة كيف تخلصنا من الـ LN بالـ E. الآن LN و E صارت واحد، وتصير عندنا B تساوي E أس 2.29. بالآلة الحاسبة نطلع قيمة B، عندنا E أس 2.29 تساوي 9.87 تقريبا. فهذه بتكون قيمة B، هذه بتكون قيمة B. تقريبا الآن بما أن احنا أوجدنا قيمة A وقيمة B، سوينا أول مطلوب. ثاني مطلوب يبغانا نطلع GMP. كيف نطلع GMP اللي طالبة هنا؟ بسهولة، بما أن احنا عندنا قيمة A وقيمة B طلعناهم تحت. قيمة A هي 0.059 وقيمة B هي 9.87. الآن قيمة A عندي وقيمة B عندي، هذه الفورمولا نعوض ب قيمة B مكان ال B، ونعوض بقيمة A مكان ال A، ما ننسى T. ف صارت عندنا هذه الفورمولا أو هذه الفورم. طبعا ممكن حلي يختلف شوي بشكل بسيط عن الأرقام اللي في الكتاب، لأني سويت تقريبات ممكن إضافية. هنا قربت 0.095، أخذ 3 خانات، الكتاب أخذ خانتين، ونفس الشيء بالنسبة لبي. فالفرق هو بس مجرد تقريبات، لو شفتوا فرق في الأرقام بين حلي وحل الكتاب اللي هو في الإكزامبل صفحة 180، لكن الخطوات نفسها بالضبط، الخطوات والحل صحيح تماما، كل شيء نفسه بالضبط تمام. الآن بما أن احنا أوجدنا هذا الفورم، يقول لك هنا estimate the value of GMP after 15 years، يعني التي تساوي 15، فنعوض هنا مكان التي ب15، يصير جي تساوي 9.87 اي 0.095 ضرب 15. بالآلة الحاسبة تطلع لنا جي تساوي
تجيد تساوي بالآلة الحاسبة .003 بليون. طبعا أعرف حلي غير عن حل الكتاب، بس نفس ما قلت لكم هي كلها تبسيطات. تمام، قصدي كلها يعني تقريبات. تقريبي هنا في الحل كان غير عن تقريب الكتاب، أخذت خانات زيادة فعشان كذا الرقم عندي زاد، لكن الحل والخطوات نفسها بالضبط. إذا تبغون حلكم يكون نفس حل الكتاب، قربوا لي فقط خانتين أو خانة واحدة عشان حلكم يكون نفس حل الكتاب بالضبط. فهذا كان الحل للإكزامبل في الفكرة السادسة. وبكذا نكون انتهينا من شرح 2.4. اعذروني لو قصرت في أي شيء، سواء شرح أو ما رديت على سؤال أحد بالغلط أو نسيت أرد على استفساراتكم بالتليجرام. حاول قد ما أقدر أرد على الجميع، لكن زي ما أنتوا عارفين يعني ضغط من الترم، حاول أوازن بين المذاكرة والشروحات. إن شاء الله يعدي الفترة على خير للجميع، هي فترة ضغط وبتعدي. فالكم الفول مارك يا رب، بالتوفيق للجميع. اللي عنده أي سؤال تليجرامي بيكون تحت.